موجود الايام اللي جايه، يكون زي ما في مبشرات في بره ايه مخوف اخر قويه قويه و متوقع في كل شيء. إن تميز وإنهم ميتون على قد ما ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم، على قد ما قال له ولسوف يعطيك ربك فتبرك، على قد ما خير حياتك وقال له لعم يكر إنهم لفي شكوى بإذن أمر، على قد ما قال له فلعلك لا تخون نفسك تموت نفسك كل محليهم شبه مثلهم، على قد الحلم كله في التبلغ في القرآن على قد ما الآية دي يعني على سبيل الخلق طبعا انا ملحوظ بسيد الخلق عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه وشايف كل حاجه ومطمن ومطمن لان الحياه دي هتختلف لان بعد الموت الروح كلها والعز كله والنصر كله والسعاده كلها لا واثق من هذا ومطمئن تمام لذلك مشاف مكانه في جنبه وشاف قصور وشاف الكوكب كل شايفه ها؟ لكن واقع شديد علينا احنا بقى لما نسمعها كده انك ميت وانهم ميتون، لكن اللي اي واحد مهما كان عايز عليك او راد منك وقول في وسطه كده ما انت هتموت يا يوزن يحس بايه؟ اي واحد يقول له كده انت فلان انت لا لا انت حبيب ده كان في الهند دلوقتي حاجه خالص والمد يخب ليه والمد يحتوش ليه صحيح اذا كان الموت نخله والجسم اللي بدأ لحد لابس حي لحظ ويزميها كده ما يحسش بيه زي شخص ما بتقصه عند الحلاق مش شعر على الارض لا لا احس الدنيا الحرب الاكولونيا كده ومبسوطه خالص مش عارف على الارض الواد الصبي يعمل ايه يخلصوا من الناس لما تقول اه يا شيخ لما تقص الوفر وتنميها في الآن عين يتعصي من حياته هو جسم لما راح بيسيبه راح بيسيبه وكده بكما نأتي الأول أدوه بيحكي وخير لكن نتيجه نجح يلح ومين بسمع نجح في الدرسة يا بدنا في الصورة حلوة مريحة يطير بيها ما تقنع عاوزه يا والعياذ بالله بدنا بدنا في المحكمة عين الأداء بدنا بياء وضيقة ومعرفش حرف الأداء حاجة ولا من مقامع من حديد مش عارف لكن الموت مخيف الموت مخيف مفيش حد ما بيخافش من الموت واللي ما بيخافش من الموت جديد جديد خصوصا ان الصحابه كانوا بيخافوا من الموت حتى ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا من قبل ان تلقوا فقد رايتموه وانتم تنظروا كنت بتقول الموت الشهاده وبتاع وبتتكلم عن طب لما جاي الموت خصم بنته ليه؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال قالوا ايه؟ الصحابه خير القرون يا رسول الله كلنا يكره الموت. فسألهم انهم لا ليس كذلك مش ذلك وانا مساله قبض الروح في المخرج من احب لقاء الله احب الله لقاءه. المهم ايه خاصيه؟ ايه خاصيه لما اعد عليها دايما